نجاح يتلوه نجاح وتميز استطاع أن يحقق أهداف التنمية وبناء الأجيال المتسلحة بالعلم والمعرفة. ها هي جامعة البيضاء تحتفي بتخرج دفعة جديدة هي دفعة الرؤية الوطنية من طلاب كلية العلوم الإدارية، وذلك بعد يوم واحد من تخرج دفعة أخرى من كلية التربية والعلوم برداع. هذه الدفعة التي تحققت الجامعة في العام 2016-2017 أي في العام الثاني للعدوان، العام الثاني للعدوان، وكان العدوان يراهن على إغلاق المؤسسات التعليمية، ولكنه بفضل الله خاب وخسر، بفضل الله وبفضل الشهداء من الجيش والنجاة الشعبية. أعرف أبنائي الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة من محافظة البيضاء النافذة من جميع المديريات بهذا الطرح العلمي السادس جامعة البيضاء. في هذه المناسبة تقدمت هذه الدفعة بعد الأطفال دفعة الرؤية الوطنية، وهذه الأمومات التي تدعوكم في هذا العام الخريف، هذا العام الذي ستبقى صورتي عالما في زمن في ذهن أبناء الأطفال. اليوم خمس أربع سنوات من التحصيل العلمي والعلياء في مال البيضاء. ويمثل تخرج هذه الكوكبة من الطلاب والطالبات إضافة نوعية ستسهم في رفد المجتمع بالمخرجات المؤهلة والمقتدرة والكفاءات العالية. استمرار تخرج هذه الدفعات من الكليات والأقسام المتخصصة يمثل انتصارا للجبهة التعليمية وإنجازا بحد ذاته يعول عليه بدعم مسارات النهوض بالوطن من منطلق الرؤية الوطنية لبناء الدولة. من محافظة البيضاء، أحمد العزاني، الساحات.